بسم الله الرحمن الرحيم. نحن بنعرف إنه الإنسان مكون معقد من طبقات عديدة، وأصعب ما يمكن عليه الارتباطات أو العلائق أو العلاقات، الديون الكارمية، العلائق والجزية حسب الزمان والمكان وحسب المعتقد، حسب ما بجعبتنا بأجسامنا القدرية. لنفك الارتباط ونستطيع الصعود سنستخدم وسائل فكرية بتأمل قطع الروابط الواعية واللاواعية لنستعيد الصعود بعد أن نشكل لأنفسنا وجودا طاقيا أو معلومات في مستوى كوانتي، في مستوى تجاوزي يساعدنا لنرتقي. نجلس بوضعية مريحة، مستقيمي العمود الفقري يفضل لمن يستطيع، إما على كرسي، القدمين على الأرض، الرجلين بشكل متوازي، يفضل عدم تقاطع القدمين، واللي جالس على الأرض يفضل أن يضع وسادي تحت الحوض لتسهيل الضغط عن الرجلين. سنبدأ بعملية التنفس البطني بحيث نضغط البطن للداخل، خمس البطن للداخل، زفير زفير، خمس البطن للداخل، عم يطرد الهواء لأن عم يدفع الحجاب الحاجز للأعلى. الشهيق رح يرجع البطن عادي مع الشهيق، لما بيرجع عادي عم يسحب الحجاب الحاجز للأسفل، وعم نبدأ بالشهيق من أسفل الرئتين للمنتصف حتى الكتفين أعلى الرئتين. بهذا الزفير والشهيق بهذا الشكل نخلي الرئتين من الهواء الخزين، تعودنا على أن يبقى ثلث الرئتين تقريبا بدون استخدام، وهذا قفل طاقي وله علاقة مع الارتباطات بمشاكل نفسية معينة. عم نأكد من جديد على حركة البطن بخمس البطن للداخل، طرد الهواء، وكأننا نطرد كل السلبية، نرجع من جديد شهيق لأعلى الكتفين، زفير، نفس الإيقاع رح يكون زفير
زفير زفير لأربع عدات من جديد. شهيق واحد اثنين ثلاثة أربعة. نحتفظ بالهواء واحد اثنين. زفير واحد اثنين ثلاثة أربعة. بدون هواء واحد اثنين. من جديد شهيق واحد اثنين ثلاثة أربعة. احتفظ بالهواء واحد اثنين. زفير واحد اثنين ثلاثة أربعة. نحتفظ بالهواء واحد اثنين. آخر مرة ومنأكد على هذا النظام العددي اللي إله سر بتثبيت وجودنا المادي بعالم الثنائي. شهيق واحد اثنين ثلاثة أربعة. احتفاظ بالهواء واحد اثنين. زفير واحد اثنين ثلاثة أربعة. بدون هواء واحد اثنين. نغمض العيون للي مو مغمض العيون. منأكد على إرخاء الجسم والتنفس عادي. نرخي الرجلين والحوض، الصدر، الكتفين، عضلات الوجه، عضلات العيون، قفا الرأس. نراقب التنفس العادي شهيق وزفير. أثناء الشهيق عم نلاحظ الهواء بارد، الزفير عم بيطلع حار. عم نشعر بوقع الهواء من فتحتي الأنف بالقرب من الشفة العليا. برودي الشهيق، سخوني بالزفير. نتابع مراقبة التنفس. ننقل وعينا لأعلى قمة الرأس حيث شاكرا التاج. معلومة من الروح الواحد في الجميع، من العقل الشامل، تنهمر بشكل نور، نور على نور. عم نتصور هذا النور بأعلى قمة الرأس. اللي ملبك بالكفين الوضعية المريحة، ممكن مع تشابك الأصابع، ممكن للأعلى مفتوحتين. عم نتصور شلال من النور من أعلى قمة الرأس ينحدر للأسفل عبر محور يخترق الجسم من قمة الرأس حتى نهاية العمود الفقري. مع الشهيق البسيط والزفير البسيط العادي عم نشعر بالنور صعودا للأعلى ثم ينحدر
للأسفل عبر أنبوب داخلي ينقي شاكرا العين الثالثي، حيث جسمنا القدري، أقدارنا هنا، هنا سجل كوني، كتاب مبين، كتاب مرقوم، هنا سجلنا الأكاشي. منذ آلاف الآلاف من السنين مسجل عليه قد أحصى كل شيء عددا، كل فكرة ونية وشعور وعمل، لآلاف السنين منذ أول التكوين. سجل فردي وسجلات لكل النفوس، وكأن مكتبة عظيمة بالفضاء قد أضيئت بعقلنا الآن، وكأن الغدة الصنوبرية قد نشطت وأعادت لنا الذكرى، ولكي نفهم ماذا قد كتب بالسجل الأثيري، ولكي نفهم ما الذي كتب بسجل الأكاشا، بهذا السجل الأثيري، ننزل بدائرة النور لمنطقة الرقبة حيث ملكة التعبير، للعبور من المقامات الخفية باللاوعي إلى مقامات أدنى لنعي. ينزل النور لمنطقة القلب حيث تصبح الرؤية أكثر وضوحا، وينزل النور لمنطقة الضفيرة الشمسية فوق السرة نشعر بحرارة الشمس بهذه المنطقة، نضوي على العلاقات والروابط فيظهر لنا
أننا ننتسب لعائلة؟ فيها أبوين ينتسبان لعائلتين، كل عائلة مرتبطة في الأعلى بمعتقدات بوعيها ووعيها. ونرتبط أيضا بإخوة وأخوات يشكلون عديدا من الأسر المرتبطة بعائلات، ولدينا علاقات زوجية وأبناء أيضا يرتبطون بعائلات، فأصبحت النفس في هذا المقام ضمن نسيج عنكبوتي أو كبة من الخيطان فيها عقد وتقاطعات كثيرة، فلا تسمح بسريان الطاقة لتنحبس القوة الحيوية ضمن لفافة معقدة من العلاقات. محصورة بين معلومات تأتي من الأعلى باللاوعي ومعلومات من المقامات الأدنى، الشاكرات الأدنى من الضفيرة الشمسية، تحث النفس على رغبات معينة وأماني وتطلعات، لتزيد النفس أحمالها أحمالاً وأثقالها أثقال، وتزداد الروابط من حياة لحياة، كله يرسل عنه نسخ معلوماتية لمكتبة الأثير في السجل القدري بمنطقة العين الروحية. التي ترتبط بالجسم الأثيري المرتبط بالشاكرا الثانية، والذي ينطبع عليه كل ما تفعله النفس وما تشعر به وما تتعلق بتعلق سلبي أو إيجابي، ينطبع ظله على شبكة الأثير بالشاكرا الأدنى ليرسل عنه نسخة معلوماتية للجسم القدري. فكلما كانت العلاقات بتطرف وعقد سينطبع لها ظلال على مسارات الطاقة بالجسم الأثيري تؤدي لانغلاق مسارات طاقية معينة تترسب لاحقا بمشاكل وأمراض ومعاناة في حياتنا الواقعية بجسد.
الآن ونحن بهذا الوعي لمكوناتنا ووعينا مركز على منطقة البطن، نأخذ شهيق بعد الزفير. زفير يعني طرد الهواء، طرد الهواء، طرد الهواء، شهيق. عم نشعر وكأن كتلة خيطان تمددت لكي نسرحها. كمان شهيق. بتمديد كتلة الخيطان رح نلاحظ انه هذه العلاقات ظاهرة طبيعية وتسمح للطاقة الحيوية بالمرور إذا كانت مسرحة بلا عقد. ننظر برقة أكثر للعقد الأكبر ضمن وعينا، هي عقدة مع شخص ما، ربما علاقة عمل، ربما علاقة عائلية، في شخص سبب عقدي أو مجموعة أشخاص سببوا عقد. نسلط نور الوعي الصافي على هذه العقد، تبدأ بالذوبان فيظهر منها شخص أو أشخاص، نراه بعيننا الروحية الآن. هذا الشخص كنا نسميه عدو أو نصاب أو خائن، قاتل، أو سبب لنا إهانة ما أو أذى ما. باستعادة المعلومات من مكتبة الأثير في الأعلى، سنلاحظ أن هذا الشخص أو مجموعة الأشخاص لم يأتوا لهذا المقام الطاقي الثالث بنا بمقام العلاقات إلا بسبب علاقة مسيئة من قبلنا فيما مضى بلا وعينا. لقد عشنا حياة سابقة وكان لنا أذيات من حيث نعي بقصد أو بدون قصد أو لا نعي لأشخاص، لمعتقدات تولد الأشخاص. عندما تنزل النور وسلطنا الضوء تنزلت برامج من الأعلى للأسفل، ظهرت بساحتنا الحياتية بشكل شخص عدو، شخص مؤذي. هذه العلاقة الكارمية سببت عقدة الآن. هذه العقدة قد تكون بسبب تولع إيجابي، حزن على فقد شخص توفي حديثا أو قديما، أو تعلق سلبي سبب كره شخص أو حقد على شخص لأنه سبب أذية لنا. بعودتنا للمعلومات المولدة لهذا الحال سنجد أننا الذين أننا نولد
هذه الأشخاص بساحتنا الحياتية. هذه الشخصيات الآن جاءت لترد الأذى بأذى. نحن قد قدمنا الأذى باللاوعي وبشكل طبيعي، جاء المؤذي ليؤذينا. نعتذر منه لأننا من بدأنا بلا وعينا، نحن الذين ولدنا، لم يظهر في ساحتنا الحياتية إلا بسبب داخلي عميق. نعتذر منه، نتأسف لأننا سببنا له الأذى، فجاء ليرد أذانا بأذى. بشعور قلبي وتسليط نوراني، نعتذر ونحن بانحناء الرأس نطلب السماح منه. لم يظهر في ساحتنا إلا لأن اللاوعي بنا قد كشف لنا عن أننا الفاعلون. بعد الاعتذار لأننا من بدأنا، سنسامحه على أذيته لنا، رغم أنه قد تكلم عنا بالسوء، رغم أنه قد سلب مالنا، رغم أنه قد سخر منا وآذانا بأنواع شتى من الأذيات، نسامحه. نسامحه لله، لأننا ننظر بعين الله، وبعين الله لا يوجد أشخاص، يوجد ظلال شخصيات لتأخذ عنا الكارمات، دين السنين. نحن في الوادي المظلم نعيش العلاقات مع الآخرين، حزن، حسد، كره، حقد. لماذا تنزل من دائرة القلب مشاعر السوء؟ لأننا بنظرات سوء. أما الآن وأننا ننظر بعين الروح بنا، بعين الحقيقة، فإننا نشهد الحدث من علن وننظر بسلام لأشخاص ظهروا ليعدلوا أذيات السنين وأقدارنا الجسام. هذا العدو الذي اعتبرناه عدو هو وسيلة الخلاص. نسامحه، نسامحه ونسامح أنفسنا على ما سببناه له بعد أن اعتذرنا منه. نسامحه ونسامحهم، لأننا قد قررنا أن ننهي هذه العلاقة، فلا نتجسد تباعا لنرد الدين أو نسترد الدين.
الآن ننهي هذا الارتباط، الآن نعي أننا بارتباطاتنا سنبقى نعيش الوهم مع ظلال الشخصيات، نطلق سراحه وننظر للعقدة كيف تحولت لخيط مسرح فتسري الطاقة من جديد، نشعر بالفرح الذي هو قد شعر به عندما سرحناه من أنفسنا ونحن قد استشعرنا الفرح، نستشعر كيف أنه يغادرنا بسلام ويلوح بيديه بسلام، حقيقته حقيقتنا، نحن روح واحد نظهر بأجساد عديدة. عندما سبب لنا الإهانة كان سببا لهدايتنا لنرتفع بوعينا لمقامات العلا، نشكره، ندعو له بالهداية والتوفيق في مسيرته الحياتية، فلا يعلق بشباك التعداد مثلما كنا عالقين. خيوط الكب تسرحت الآن والظلال التي كانت على الشبكة الأثيرية بالمقام الثاني بشكل انسدادات طاقية قد امتصت النور وتسرحت أيضا، والأمراض عنا تزول مع مرور الزمن أو حتى أنها تزول الآن. نشعر بالحرية، نشعر بسريان الطاقة من أدنى مقام لأعلى مقام، هنا أصبحنا مهيئين لأن نصعد لقمة الجبل بعد أن كنا من ساكني وادي الدموع. هنا الآن نشهد الحدث بوادي الدموع وننظر للجبل كنظرة مستقبلية، سنبدأ الآن بالصعود بعد أن فككنا عن أنفسنا الارتباطات والقيود. نودع أهل العالم الأرضي ونبدأ بالصعود. شهيق وزفير أثناء الصعود، مسرحين، نشعر بالحرية لا قيود، يحدون الأمل بالوصول.
نصل لأعلى الجبل، نستريح على صخرة، نتابع بهدوء شهيق زفير من تعب السنين ووهم الزمن وعلاقات كانت بمقدار بعين بصيرتنا. نرى الآن بوضوح، نحن في مقام العين الثالثة الآن على قمة الجبل، بدون أن نفتح العيون نرى بوضوح عوالمنا التي كنا بها والطبقات، نرى وادي الدموع، نرى عمارات وعقارات وعلاقات وأشخاص. كم كنا صغارا عندما كنا نتقاتل على أشبار الأراضي وحبات الشعير، كم كنا صغارا عندما كنا نحزن لفقد ميت قد توفي، كم كنا صغارا عندما ربطنا المتوفى بنا. كم كانت نظرتنا مقيدة محدودة في عالم مقيد محدود. كم كنا بظلام، الآن وفي مقام العين الثالثة نرى بوضوح كل معلومات الفضاء، نرى المنظر من علن من قمة جبل التجلي، ننظر بجمال وكأننا مالكي ليس هذا العالم فقط بل كل العوالم، بمجرد أن نشعر بهذا الوعي تتملكنا الحقيقة، تتملك منا الحقيقة ولا نمتلك الحقيقة. الآن أصبحنا مع الحقيقة واحدين بالذات. الآن نتسامر مع إخوة لنا على الطريق وأخوات تربعنا في أعلى الجبل، نستعيد ذكرى لما كنا في عالم الوهم نتصارع ونتخاصم على شخصيات الوهم، أما الآن وقد عرجنا لأعتاب سابع سماء واجتمعنا على مائدة الكمال في عشائنا الأخير مع وعي المسيح الكوني، ندرك كم كنا بجهل عندما حددنا الألوهة بشكل وبمعتقد
وبشخص وبحزب وبمذهب، وكم هي جميلة خلابة ملامسة أعتاب الألوهة الآن ونحن بطبقتنا القدرية بالعين الروحية ننظر بألف عين، وتتفتح فينا ألف رؤيا ورؤيا لنشعر بزهرة لوتس بيضاء تتفتح من أعلى قمة الرأس، لنصبح بسماء الوعي بعد أن كنا بهذا الوعي. أصبحنا بسماء الوعي بعد أن كنا مجرد جسد أو وعي. أما وقد وعى الإنسان منا واستفاق، فإننا ندرك معنا والذي يفنى يشاهد كل أسرار الوجود. ندرك معنا من أمات نفسه من أجلي فقد أحياها. ندرك معنا عندما يموت مني هذا الأنا سأعرف من أنا. لم يرى سري بذاتي غير ذاتي، إن مرآتي بذاتي في جحودي وصلاتي نور شمس الحق فيا فسقت ذاتي لذاتي من شراب السائحين ثم هاجت وتجلت يا نعيم الواصلين. هنا نرى الأولياء والحكماء والرسل والأنبياء وقد اجتمعوا يتسامرون على جهل بني البشر عندما اختلفوا على رسوم أشخاص وصور. هنا يعيش بوذا الحكيم مع الرسل والأنبياء وكريشنا وشيفا وكل اسم مقدس لدينا. هنا يعيشون بسلام لأنهم أصدقاء السلام. هنا بعد أن رأينا الحقيقة بداخلنا نعقد العزم على أن لا نرى خلف أي شخص أو مذهب أو معتقد أو دين إلا إرادة واحدة أرادت لكل منا طريقا للوصول. نعقد العزم على أن نهدي إخوان لنا وأخوات سواء السبيل، فلا سبيل إلا بدين المحبة وطائفة الإنسانية ولغة القلب
وكلانية الوجود الأوحد لله، ولا شعار إلا ساعد أبدا لا تؤذي أحدا، أحب الجميع واخدم الجميع. هذا العهد، هذا الميثاق، من ثبت بالجسم الثاني بالشاكرا الثاني بطبقة الأثير ليصبح نشيطا فعالا بواقعنا عندما نفتح العيون الحسية ليستمر سيرنا بالعوالم المادية. ناخذ شهيق، نتنفس الصعداء بعد أن تحررنا. زفير، مستعيد وعينا الحسي بالتدريج، رويدا رويدا. شهيق، منحرك رؤوس أصابع الكفين، الكفين. زفير، نفرك الكفين مع بعضهما بعضا، نشحنهم بالطاقة، هذه الطاقة النقية اللي راح تحرر منا حتى الأمراض الجسدية. نضعهم أمام العيون، منرمش العيون بهدوء ومنفتح العيون ضمن الكفين من جديد، نحرك الكفين أكثر، نشحنهم بالطاقة على نقاط الانعكاسية للأذنين، منحس بورودي بالأذنين، عم نعطي طاقة وحرارة لكل الجسم وعلى المناطق اللي منحب نشفيها بالجسم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب السلام للجميع.